رح نرجع هلا لنشوف الوضع السياسي. ماجي فرح صارت معنا، الاعلاميه الكبيره يلي دائما عندها هيدي روح التفاؤل وعندها روح الامل وعندها انه ما في حرب. صباح الخير. بونجور. بونجور، صباح الخير، كيفكم؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك. نحن اشتقنا لك أول شيء. نحن اشتقنا لك. صح. صحيح. وأنا كمان كيف الصحة؟ إن شاء الله كل شيء منيح. الحمد لله. عم نتابعك وعم نتابع تطميناتك. أكيد. هي مش تطمينات ولا تفاؤل، هي واقع يعني. صح. هذا الحقيقة، إنه الحرب الواسعة إذا حدا بيقرأ منيح وبيسمع منيح وبيحلل منيح بيعرف إنه ما في حرب جامدة ولا واسعة. طيب ليش عم بيقولوا هيك برأيك؟ ما بعرف، هي كل واحد بيسمع شي كلمة بيطلع. للأسف في ناس بيعملوا هيك إعراضات إنه هن بيعرفوا هذا السيناريو وخلص، وفي ناس بيحللوه غلط. بس المؤسف إنه يطلع سياسي يقول إنه في حرب خلال ساعات خلال أيام، يعني وبعدين بيتراجع بيقول هيدي استنادا إلى تحليل مش سياسي، إلى تحليل إعلامي حسب شو ورد من معلومات من قطر. هذا الشيء غريب يعني، هذا اللي استغربته. وكثير تسألوني واعترفوا مفكرين إنه كانوا عاملين نحن جبهة ضد حرب وجبهة ضد، عارف كيف؟ إنه هي مش هيك القصة، إنه لا تسمع وتقرا. حتى امبارح النايب موسوي، إبراهيم الموسوي، نايب بكتة حزب الله، بيقول إنه في تهويل بالساعات الأخيرة لحرب، حرب كبيرة حساباتها كثير معقدة. صحيح. مش هيك اللي صحيح. وتراجع رجع مثل ما قلنا النايب مروان حمادي. بس نحن صرنا بوقت بفتكر العالم كلها صارت متشنجه لدرجه، وفي تشويش لدرجه انه ما عاد حدا عم بيعرف شو حدود كلامه، شو لازم يقول، شو ما لازم يقول، شو هي الامور يلي المفروض انه تكون كثير منضبطه. أنا استغربت حقيقة من امبارح اللي صار، المعلومات مش هيك. شو بتقول المعلومات ست ماجي؟ يعني اليوم معلش خليني ناقشك بهالنقطة. عم بتقولي إنه الواقع يقول ما في حرب موسعة، بس البعض المتشائم خلينا نسميه عم يستند إلى إنه بنيامين نتنياهو ما حدا عم يقدر يضبطه، حتى الولايات المتحدة الأمريكية عم بجرها لمطرح ما بده، والدليل اللي صار بغزة. لذلك قد يأخذ بنيامين نتنياهو رد حزب الله المقبل أيا يكن شكل هيدا الرد ذريعة لا حرب على لبنان تيوصل لهدفه النهائي، وهو إبعاد خطر حزب الله عن الحدود. ليش بمعلوماتك وبتحليلك حضرتك أنه سيناريو الحرب الكبيرة مستبعدة؟ سيناريو الحرب مستبعدة، لأن الحرب على لبنان رح يجر إلى حرب منطقة، ممكن حرب عالمية بالآخر، حرب بالمنطقة كلها العربية، واللي ممكن تتوسع وتصير بمكان آخر. لكن المتحدة الأمريكية تتم انتخابات، هالانتخابات يعني ما بيصير تتم تحت يعني تحت هالجو، جو الحديث فيها، جو الحرب في الشرق الأوسط. هذا الشيء ما راح يكون يعني راح يكون رادع قوي، عبر عن المعلومات أكيد من كل المحلات إنه توسيع الحرب خط أحمر ما راح يصير. بس التهويل كبير، حرب نفسية صار لها مش من هلا، صار لها من تشرين الأول، ونحن عم نسمع إنه في حرب رح تتوسع على لبنان. وقت ما دخل حزب الله بالحرب في الجنوب، وهي التأويلات إنه الحرب كل يوم بتسمعيها كل شهر. صح. يحطوا لك إذا بتتذكري يحطوا تواريخ، مرة بأيار، مرة بحزيران، مرة بالنسان، بلشوا بيستكبوا قبل، بلشوا بشباط، بعدين قالوا نسان، بعدين قالوا حزيران، بعدين قالوا هلا عم بيقولوا كانوا آب. أول شيء كمان تموز، كثير تموز نحكى عنا. هلا آب مشتعلة جدا، رح تصير بآب ورح تطول. المعلومات والمعلومات اللي هي أكيدة، والتحاليل إذا بنشوف وبنسمع وما وراء بعض التصاريح بتقول انه ما في توسيع للحرب. نتنياهو بده حرب، يمكن بده حرب، بس ما بيقدر نتنياهو لحاله يقرر المصير. يعني هو لحاله بدون ما يكون في معطيات وفي اراده اخرى
ما راح يصير. هلا طبعا صار امبارح شرف في قطر وسافر وزير الخارجيه بس رجعين ليستمر المفاوضات بالقاهره. طب والحشد العسكري الامريكي وحامله الطائرات اللي وصلت من جديد كلها لحمايه ممكن لردع الحرب، ممكن حتى لردع الحرب مش خصوصا شويه ما اجوا يلا يفتوا صاروا يقولوا جايين يفتوا الرعايه بالاول بس ما اعتبرها صح، يعني بعدين صاروا يقولوا جايين تيعملوا تيوسعوا الحرب تيحموا اسرائيل. لا ما مش هذا هو الهدف، يعني خلص هذا الهدف جاي وفي حرب، لا جايين ممكن حتى يدعوا جايين تيصير في نوع من الحمايه للتوقع بعض الامور لتطوير اسرائيل ربما انه نحن ندافع عنه ونحن بنحميه مش مضطره تعملي هذا الحرب. ست ماجي وسط تاخير الردود بدي استفيد من كل لحظة وسط تأخير الردود من إيران ومن حزب الله، هل تخشين بالمرحلة المقبلة أي ضربة استباقية من إسرائيل مثل ما عم يحكي أكثر من تقرير، ولا كمان برأيك يجن نتنياهو يعني؟ لا بفتكر انا لحد هلا بفتكر المفاوضات رح تستمر بس ما في شيء نهائي رح يصير، يبدو انه في تعثر. هيدا من اول يوم بتتذكري اول ما تبلشوا المفاوضات انا حملت بوست وقلت انه المفاوضات ممكن ما تعطي شيء بس ما رح تؤدي النتائج لحرب واسعه انما لضربات قويه جدا واستمرار الاغتيالات، واستمرت بالرقع صار في اغتيال ويمكن يصير اغتيالات اكثر ويمكن تصير الامور اكثر شده رح تصير اكثر توتر. هيدا هي المعلومات، يمكن يصير في ضربات من محلات برات كمان على فلسطين وبرات لبنان، يمكن يضربوا حتى بمحلات كانت محظوره بالسابق يمكن يوسعوا بس مش رح تكون توصل لاشتباكات وحروب وتدمير مثل ما البعض عم بيروجوا او عم بيتخوفوا. اوكي هيدي هي المعلومات. اوكي بالنسبه للجهابذ يلي عم بيحللوا غلط يعني ما قلنا صار لهم قد ايه بيحللوا، كل يوم حدا بيطلع بحط مادة بخوف الناس، هشروا العالم، هشروا المواطنين المستضعفين بلبنان، صحيح هشروا كل اللي اجوا خربوا الدنيا، يعني في ناس اضطروا يشتروا بطاقات سفر وهم عندهم بطاقاتهم بس لانه ما اجوا الشركات الاجنبيه اضطروا يشتروا من عن جد، يعني خسروا العالم خوفوها وهي صار لها زمان بس هلا اشتدت كثير لانه في الصيف، يعني الصيف بيجوا كثير مغتربين فيعني ضربوا الصيفيين بلبنان مثل ما صرنا سنين عم تنضرب بالمره بحجه يعني مثل ما بتعرفوا. بدنا نستفيد بس بيقولوا انه هالتخويف هالطريقه اللي صارت خلال ساعات وخلال ايام مما الحقيقة مما هي إذا بدك مصادر العالم الموضوع ما بتحكي بهذا الشيء. أكيد بقولوا إنه لو اشتدت الأزمة بمحلات وصار في اغتيالات أو صار في ضربات إنها ما راح توصل إلى أي نتيجة، حتى إذا ضربوا من هون وردوا يعني أوكي رح يضل في إذا بدك التزام بقواعد الاشتباك. طيب طالما أنت معنا ماجي فرح اليوم، سنة 2025 ماذا تحمل من توقعات للأبراج بكلمتين؟ هيدا ما له علاقة اللي عم نحكي، بعرف ما له علاقة بس عم نقول عم نستفيد كونك معنا. بعد ما خلصت بعد ما عم بشتغل. طيب يعني خلص رح نقعد حالنا بمقابلة تانية ان شاء الله معدل تاني. اوكي ميرسي لك الاعلاميه الكبيره ماجي فرح، يعطيك العافيه. شكرا.